النوع الأول من المشاريع اسمها مشاريع الحياة، وسميها مشاريع الحياة. مشاريع الحياة هي الخلاصة، هي الغاية الكبرى التي تريد أن تحققها في حياتك الدنيا. كنت مرة في إحدى الدورات عملت تجربة، كان الحضور حوالي 200، وطلبت من أي شخص لديه 3 إنجازات أو أكثر يستطيع أن يكتبها، يكتب أنجزت كذا وكذا، مش أني خلصت ثانوية وخلصت جامعة، اكتبوا إنجازات. فرفع عيدهم عدد من الناس، فسألتهم اللي فيكم يعتقد أن هذه إنجازات يستطيع أن يفخر بها في الدنيا والآخرة يظل إيده مرفوعة. فمن 200 بقى 7 فقط الذين ظلت أيديهم مرفوعة. هؤلاء هم النخبة من النخبة، هؤلاء هم الحريصون على الثقافة، على الفكر، على حضور الدورات. 3% إذا من الحضور، طبعا هذه نسبة أعلى من الوضع الطبيعي، النسبة في العالم هي 2% فقط. هناك مشكلة أن أكثر الناس ليس لديهم إنجازات، أو عندهم إنجازات لكن إنجازات بسيطة. النجم يجب عليه أن يمتلك الشعور أنه فعل شيئا فيه مساهمة، هذا الشعور بالمساهمة العالية، أنه خدم نفسه وخدم أهله، قدم شيء للبشرية، للأمة، قدم شيء للدين، قدم شيء للحياة، كما يقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى: إن لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا. كلمة قاسية لكنها حقيقية. ولذلك نحن نريدكم يا شباب أن تكونوا نجوما، أصحاب رسالة وأصحاب قيم وأصحاب إنجازات. نريد النجم الذي لديه إنجازات عالية، إنجازات عظيمة، إنجازات تترك أثر في الحياة، كما قال الشاعر: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. اتركوا آثار، انظروا إلى المتميزين في التاريخ وإلى المتميزين اليوم، هؤلاء هم الذين يصنعون الحياة والباقي تبع. هؤلاء هم الذين يصنعون التاريخ، هؤلاء الذين يصنعون الحياة ويصنعون التاريخ، ليس مجرد موظف عادي، حاشاكم أن تكونوا هكذا. الذي يصنع الحياة والتاريخ هم الناس غير العاديين، أصحاب المشاريع وأصحاب الإنجازات، هم الذين يصنعون الحياة. 2% فقط هم الذين يخططون لحياتهم، 2% فقط هم الذين يقودون البشرية ويقودون العالم، 2% هم الذين يقومون بالتخطيط لمشاريعهم. هذا لا يمكن أمر أن يستمر، لابد أن تزيد النسبة بينكم يا شباب، خدمة لأنفسكم وخدمة للأمة.